Hello my beautiful people، رجعت لكم بفيديو جديد وسلسلة محادثة جديدة للمبتدئين. في هاي السلسلة رح نتعلم كتير أشياء، رح نقوي فيها مهارة المحادثة وحصيلة المعاني والجمل. خليني أحكي مقدمة بسيطة عن هاي السلسلة وبعديها بنبلش. أول إشي، السلسلة عبارة عن محادثة تعليمية، بمعنى أنه رح يكون في حوارات، رح يكون فيها شخصين. أنا رح أكون الشخص الأول وإنت أو إنتي رح تكون الشخص الثاني، وبنبدل الأدوار. يعني المحادثة بنحكيها مرتين، تعليمية بمعنى أنه رح نتعلم جمل بمختلف السياقات والمواقف، وكمان رح يكون في مقاطع كليبس من الأفلام حتى نعرف طريقة لفظ جمل معينة، كيف هم بلفظوها، كيف بيستخدموها، التون تاع الحكي كيف. طبعا من خلال هاي السلسلة رح نغطي عدة مواضيع، كل موضوع بفيديو. واليوم رح نحكي عن كيف نسلم على بعض بالإنجليش، شو الجمل اللي بيستخدموها الأجانب حتى يسلموا على بعض بمختلف المواقف، يعني مع الأصدقاء، مع مديرك في الشغل. So إذا أنتوا جاهزين يلا نبلش. Hello, how are you? I'm fine. What's your name? I'm Sarah. Nice to meet you. Hi, I'm good. What about you? I'm Harvey, and you? Thanks. Nice to meet you too, Sarah. هسا nice to meet you هي العبارة اللي بنستعملها لما نيجي نحكي لحدا إنه أنا انبسطت بشوفتك، سعدت بلقائك، مستخدم كتير حتى تبين إنه عندك خبرة وعندك معرفة باللغة. في بدائل لعبارة nice to meet you مثل blessed to meet you. معلش guys بنوقف الفيديو لهون، هي بتلفظ pleased to meet you not blessed. وهسا خلينا نكمل العبارة الثانية، it's a pleasure، بيعطوا نفس المعنى بس بيبينوا إنه أنت عندك معرفة باللغة. خلينا نشوف هسا مقاطع من الأفلام كيف بيلفظوا هاي العبارات. Nice to meet you. You don't play golf. Celine. Celine, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Thank you. It's a pleasure meeting you too. Thank you. It's a pleasure meeting you too. Oh. Pleased to meet you, Calvin. Oh. Pleased to meet you, Calvin. Pleased to meet you. Just call me Coco. Pleased to meet you. Just call me Coco. هسا في عنا نوعين من greetings، عنا formal و informal. خلينا نبلش أول شيء بالformal greetings. Good morning, Professor Ahmed. How are you doing? I'm great, thank you. I have a question about the material. Thank you, Professor. Really appreciate it. Good morning, James. I'm doing well, and you? Okay, come to my office at 10. Oh, don't mention it. بس عبارة you are welcome مستخدم كتير حتى تبين انه عندك معرفة باللغة وتعرف جمل ومعاني كتير.
في alternatives نقدر نستخدمهم بدل عبارة you are welcome، مثل don't mention it، happy to help، any time، no problem. وهسه رح أترككم على لقطات من الأفلام حتى تسمعوا الأجانب كيف عم يلفظوا هدول العبارات. Lily. Don't mention it. A role model to all dancers and even more than that, a deeply appreciated presence on our stage. To tell her I appreciated her. But I've made myself available to his patients and I'd be happy to help you. No problem, sir. Great. خلينا ننتقل للقسم الثاني بهذا الفيديو اللي هو الـ informal greetings. Hi Helen, how's it going? Just fine. Where are you going to? Well, I'll see you later then. Good luck. Fine, thanks, and you? To the lab. All right, see you later. عبارة how's it going هي طريقة أخرى حتى نحكي how are you، يعني بدل ما نحكي how are you بتقدر تستعمل how's it going. Alternative تانية ل goodbye، يعني بدل ما تحكي goodbye just say see you later. وكمان شفنا جملة to the lab، ما شفنا I'm going to the lab أو ما حكينا I'm going to the lab. ليش؟ حتى نبين إن إحنا عم نحكي English بطريقة طبيعية مثل الأجانب، فبدل ما نحكي I'm going to بس نحكي المكان اللي رايحين عليه to the park، to the lab، حتى نكون نحكي English بطريقة طبيعية مش مثل ما احنا متعودين. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. اي تعليق تكتبوا لي تحت بالكومنتس وحطوا لايك واشتركوا بالقناة. بشوفكم الفيديو الجاي.